السلام عليكم حبوباتي، كدايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في القناة ديالي سلمى بيوتي. مهم اليوم غادي ندير فقاس بمكونات اللي هما بساط. كنحتاجو فيه جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان ديال سنيدة، ستة ديال البيضات، ثلاثة ديال الخمارات، وواحدة ساشي فاني. الدقيق على حساب الخليط، شوية النافع، شوية ديال الجنان اللي حمرتهم من قبل، وعندي شوية ديال اللوز اللي كنت مرقداه في شوية ديال الماء زهر. صافي البنات، هادشي اللي عندي. كناخد ستة ديال البيضات وكنديرهم في اناء ولا في قصعة ولا اللي عندنا البنات، اللي غنخلطوا فيه الخليط ديالنا. صافي، ومن بعد كنطربوهم يعني بالطراب اليدوي على هذا الشكل، كنخلطو مزيان. من بعد كنزيد ساشي ديال الفاني وجوج كيسان ديال السكر سنيدة. بالنسبة للبنات هاد الفقاس كيجي زوين، ويعني مكوناته اللي هما بساطين يعني ديال دواز اتاي، يعني كيجي مع اتاي مع قهوة وحليب، كيجي زوين البنات. كنتمنى تجربوه، يعني راه اي وحده كتعرف الفقاس، يعني كل وحده والطريقه ديالها يعني في المكونات. يعني كاين اللي كتزيد شي حاجه، كاين اللي كدير غير نافع وعجيجلان، كاين اللي كتزيد اللوز، كاين اللي كدير كاوكاو، يعني على حساب. صافي، كنزيدو البنات جوج كيسان ديال الزيت النباتي وكنخلطو المكونات مزيان على هذا الشكل. صافي البنات، وكنزيدو شويه ديال النافع، شويه ديال الجنجلان اللي كنت حمرتهم من قبل، درتهم غير في المقيله وحمرتهم، وكنزيدو اللوز اللي كنا مرقدين، شويه ديال اللوز، يعني الكميه اللي بغيتو البنات ديال النافع والجنجلان واللوز، الكميه اللي بغيتو اللي متوفر عندكم. صافي، وكنخلطو مزيان الخليط ديالنا، ومن بعد كنبداو نزيدو في الدقيق والخميره. الخميره عندي ثلاثة ديال الخمارات ديال الحلوه، اللي بغى يدير غير جوج يديرهم يعني على حساب. صافي، وكنبداو نزيدو الدقيق تدريجيا، ما كنقصحوش البنات العجينه بزاف، كنخليوها شويه يعني كتبقى تلصق لينا في اليدين ديالنا، وكنحاولوا ما ندلكوهاش البنات، يعني غير كنجمعوا غير بالصبيعات ديال اليديات ديالنا. صافي البنات، وهذا هو العجين ديالنا اللي حصلنا عليه. كيجي كيتلصق البنات في اليدين. كناخذوا شويه ديال الزيت كندهنوا به اليديات ديالنا، وكنقسموا. انا قسمت العجين على 6 ديال الكريات، حيت غادي نطيبوا غير في الفران ديال الدار، يعني غير الفران ديال الضو. صافي البنات، كنحاولوا نشكلوه على هذا الشكل.
صافي. ومن بعد كان نديروه في اللاطه ديال الفرن ديالنا اللي غادي ندخلو طيب لينا صافي. وكان نكون ديجا مسخنه الفران عندي ملي كنكون مسخناه مزيان. وكناخد قهوه سريعه الذوبان شي معلقه كبيره بحال هكا، وصفر ديال البيض، كنزيدو معاه شويه ديال الخل وكنخلطو مزيان. كنزيد واحد شويه ديال الزيت صافي، وكنخلطو مزيان وكندهن به الحلوه ديالنا الفقاس ديالنا. صافي وكنحاول ندهن الفقاس ديالنا كامل حتى كنكملو كامل يعني على هاد الطريقه. صافي ومن بعد كناخذ فرشيطه وكنسوق الشكل اللي بغينا على هذه الطريقه، وكندخلو يطيب لينا من بعد ما الفران ديالنا ديال الثوم سخن. صافي البنات، من بعد ما كنخرجوه يعني كيضاعف الحجم ديالو على هذا الشكل. صافي كنخليوه يبرد لينا شويه وكنقطعوه وكنرجعوه يطيب لينا. بغينا نبيتوه ليله كامله نبيتوه، بغينا نطيبوه يعني نقطعوه ونطيبوه ديك الساعه نطيبوه. صافي البنات، كنبدا ناخذ يعني بالوحده بالوحده وكنقطعوها على هذا الشكل، كنحاولوا اننا ما نهرسوش. يعني انا عندي غير الموس العادي، يعني راه كاين واحد الموس خصيصا ديال الفقاس كيتفاعد مع الحلويات كيقطع تقطيعه هي هذيك البنات. صافي كنقطعو على الشكل اللي بغينا، وبغيت نخليه غليظ نخليه غليظ، وبغيت نرقق نرقق. صافي وكنعاودو ندخلوه يطيب لينا المره الثانيه. هو هذا هو الشكل ديالو قبل ما ندخلوه يطيب لينا، ومن بعد ما يخرج من الفران غادي نوريه لكم ان شاء الله.
صافي البنات، وهذا هو الشكل النهائي ديالو من بعد ما كيخرج لينا من الفران، وكيجي مقرمش البنات وزوين في المذاق. كنتمنى البنات ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه، وبسلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.